بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن تقريبا في منتصف شهر أيلول، وهذا هو الوقت المناسب للبدء بزراعة البذور للموسم الخريفي والشتوي من كل عام. طبعا البذور اللي نزرعها مختلفة حسب نوعها، منها صغيرة أو دقيقة الحجم أو ناعمة الحجم مثل معظم بذور الخضروات الورقية وكذلك الأوراد والأزهار الموسمية، وبعض البذور الأخرى تكون ذات قشرة سميكة أو كبيرة الحجم أو تحتاج إلى معاملة ميكانيكية. بالنسبة للبذور الصغيرة لا بأس تزرع مباشرة في التربة أو في أي وسط زراعي مباشرة، ثم تروى رية الإنبات تسمى، يعني رية غزيرة في البداية، ثم تروى بانتظام عندما تجف التربة أو الوسط الزراعي. بعض البذور قد تحتاج إلى تنقيع مثلا قبل 12 ساعة أو قبل 24 ساعة. بعض البذور لها جدار خارجي سميك يمنع نفاذ الماء إلى الجنين، فتحتاج إلى معاملة ميكانيكية كالخدش أو القرط مثلا. إحنا هسه راح نسوي مثال. مثلا عندنا هذه البذور، بذور نبات موسمي شتوي يسمى أبو خنجر أو اللاتيني. طبعا بذورة هذه بذورة مثل هذه البذور ممكن أن تزرع مباشرة بالتربة، إلا أنها سوف تأخذ وقت أطول لحين الإنبات، هو يحتاج وقت من أسبوع إلى أسبوعين حتى ينبت. إذا زرع بهذا الشكل قد يحتاج إلى 20 يوم. قد يظن البعض أنه البذور تلفت أو لا تنبت أو أنها فاسدة، فنقوم بعملية تنقيعها لمدة يوم بالماء. نأتي بعلبة، راح أضع أنا طبعا مسوي مثال منقعهن قبل يوم واحد هذه البذور بعد تنقيعها، إذا تلاحظون الفرق. بس راح أنقع مثلا فد 20 بذرة أخرى، هذا الحد يكفي. طبعا بالماء العادي بهذا الشكل. يوجد مستحضر اسمه ماء الأكسجين أو بيروكسيد الهيدروجين. طبعا يوجد نوع منه زيتي يستخدم في أصباغ الشعر، ونوع طبي يستخدم لتعقيم الجروح، موجود في الصيدليات وموجود بتراكيز يعني 6% أو أقل 5%، وموجود أيضا بتراكيز تصل إلى حتى 85%، وهذه خطرة ويجب الحذر جدا عند التعامل بها. هذا عندي أنا تركيز 35، يعني يعتبر خطير وما أن يلامس اليد حتى يتحول إلى اللون الأبيض، يعني تحترق الجلد، يحترق وتكون حرقة أيضا. أنا أقوم بوضع مثل هذه الكمية من الماء، أقوم بوضع قطرة واحدة، قطرتين كافي، ثم أقوم بتحريك. شيئا فشيئا البذور سوف تمتص الماء. فائدة بيروكسيد الهيدروجين هذا أو ماء الأكسجين هو مادة معقمة سوف تقضي على المسببات المرضية الموجودة بالبذور، واللي تجيها من الجو، تجيها من البيئة اللي موجودة بيها، تجيها من مكان الخزن وغيرها. هذه قد تسبب موانع أو مثبطات أو مؤخرات للإنبات، احنا نتخلص من عندها حتى نشجع نمو الجنين وإنباته بصورة سريعة. هذا يمتلك مدة يوم واحد يكفي إلى، ثم نقوم بزراعته. هذه البذور قمنا بنقعها يوم أمس، لها هذا اليوم واحد. هذا بذور الخيار، بذور الخيار F1 اللي أيضا احنا قمنا زارعينه بالنظام الزراعة المائية، إلا أنه قمنا بنقع بعض البذور يعني خلال يوم واحد. إذا لاحظ أنه البذور من الآن بدأ الجنين
الإنبات والنمو. هذه الآن جاهزة، إما أن نزرعها بالتربة مباشرة أو نقوم بزراعتها في وسط ثاني. راح نقسمهن إلى قسمين، قسم إحنا حضرنا هذه صينية التشتيل قطع من عدها، يعني حسب ما يلائم المكان. أنا عادة أفصلها مثل ما يقول حسب المكان اللي عندي. وضعت فيها البتموس المخلوط مع نسبة قليلة من البرلايت الناعم جدا، فأقوم بعمل حيز للبذرة بعمق معقول يتناسب مع حجم البذرة. يعني أنا البذور الصغيرة جدا مثل بذور الكرفس على سبيل المثال، أو بذور الخس أو الريحان، لا أقوم بدفنها بمسافة عميقة، يعني لأن الجنين سوف يعاني يريد أن يخرج، والمسافة قوية فوق يعني طبقة سميكة من التربة أو الوسط الزراعي، فتتناسب. عادة البذور الصغيرة ينثر فوقها البذور، فوق البذور طبقة رقيقة من التراب الناعم أو البتموس الناعم، وتغطى به فقط تغطية. أما بالنسبة للبذور الأكبر والأخشن، فبالتالي اعتيادي تحتاج إلى عمق أكبر. مثلا هذه لدينا الآن، نضعها أيا كان، قسم من الأشخاص يحبذ أنه يضعها بشكل عمودي هكذا، لا، أنا رأيي أنه تكون نائمة وبشكل أفقي. فقط نقوم بتوزيع البذور ثم نقوم بتغطيتها. طبعا لولا التنقيع هذا قد تستغرق بذور الخيار حتى أسبوع لحين الإنبات، لكن عملية التنقيع بماء الأكسجين هذا سرعت لنا من حالة الإنبات. كل بذرة برفق نضعها في مهدها هذا ونقوم بتغطيتها، وضغطة خفيفة جدا مجرد للتسوية. هذه عملية الزراعة، يعني الفكرة والبساطة تسير مع جميع أنواع البذور أو معظم أنواعها ما لم تحتاج إلى بعض المعاملات كما سنأتي عليه لاحقا. بالنسبة لبقية البذور اللي تبقت، سوف أقوم بزراعتها بورق النشاف أو الكلينكس في علبة، وبعد إنباتها سوف أقوم بزراعتها مباشرة في نظام الزراعة المائية. استخدم ورق الكلينس العادي، نطبقها عدة طبقات بهذا الشكل.
طبعا طبقة طبقتين قطعة قطعتين حسب العلبة اللي راح تحفظ بيها هذه البذور. مجرد نقوم بتوزيعها ثم نغلق عليها، نرطب الكلينس ترطيب بسيط، يعني ليس ينتشر الماء. نضعها بالعلبة نراقبها الحين عن تلوت. انتهينا من بذور الخيار. هذه بذور الورد اللاتيني أو ما يدعى بأبو خنجر، طبعا بذوره أكبر وأصلب، لكنه أيضا بعد التنقيع تكون حجمها تشرب بما يكفي لنمو الجنين من الماء. أيضا نقوم بعمل مكان أو حيز لإحتواء البذرة. إذا تلاحظون أقوم بغرس الملعقة وإحداث فتحة أكبر تتلائم مع حجم هذه البذور. طبعا عمق البذرة مهم من ناحية أن بعض البذور تحتاج إلى البكتيريا التي تتحلل، التي تحلل هذا الجدار. نفس الطريقة أيضا عملية تنقيع البذور مهمة من ناحية أخرى، أنه راح تكتشف بذورك هل هي صالحة أم لا. البذور اللي تطفو على سطح الماء غير صالحة للزراعة، أو مثلا تبين إذا كانت تالفة أو بها أعفان أو غيرها من هذا القبيل. الزراعة بالبتموس تشبه إلى حد كبير الزراعة بالتربة، إلا أن البتموس وسط يكون نظيف وخالي من الأملاح التي ابتلينا بها في تربتنا. هذا كل ما في الموضوع. الآن تمت عملية الزراعة. بالنسبة لبقية البذور سوف أقوم بزراعتها لاحقا. بالنسبة للإرواء للري، أنا حضرت هذه صواري التشتيل وقمت بريها وتحضيرها ترطيبها، لكن الري الأفضل في هذه الحالة أنه نقوم بالرش. الرش عادة أنت تلاحظها أنه ترطب السطح العلوي، إلا أنه لا يكون بالضرورة قد وصل الماء إلى أسفل العيون هذه. فأفضل ري بالنسبة لصواني التشتيل التي هي طبعا بالأساس مثقبة من الأسفل هو وضع الماء في الإناء بهذا الشكل وانتظارها مدة من الزمن دقائق. تلاحظها أنه تشبعت بالماء أو تشربت بالماء. إذا كان تشبعت بالماء أو تشربت ولا زال أكو ماء جوا، الأفضل أنه تسكبه وتتخلص من عنده، وإلى أن راح تعرف المقدار اللي تحتاجه كل يوم أو كل يومين أو كل ثلاثة. طبعا الري الغزير والكثير مضر جدا بالنسبة للنبات. هذا انتهى. هذا مثال لبعض البذور. إذا نلاحظ هنا هذه بذور نبات شجيري طبي يسمى السنمكي. طبعا بذورة صغيرة ولكنها صلبة،
هذه 30 بذرة نقعناها يوم أمس. إذا نلاحظ هذه البذور المنتفخة عددهن 4 أو 5 بذور فقط قدرت أنه تشرب بالماء بصورة جيدة، هذه ممكن أن تنبت بسرعة إذا واضحت هذه البذور اللي أصبح حجمهن كبير، أما البقية لا زال حجمهن صغير. عندما تزرعهن هذني قد ينبتن بمثلا أسبوع، وهذني تنتظرهن احتمال أسبوعين، فتيأس من إنباتهن وهن ما بيهن خلل. الخلل شنو؟ أنه جدارهن سميك لا يسمح بمرور الماء. أنا شو أقوم؟ أقوم بعمل ميكانيكي، يعني أستخدم الملقط العادي ألزمها من طرفها. هنا عندنا رأسها، إذا واضح هذا النتوء المدبب، هذا هو مكان الجنين. أقوم بقرطة، يعني مجرد أنه أكبس عليه الملقط فقط قرطة خفيفة. هاي القرطة الخفيفة كافية بالنسبة لي أنه راح تحدث عملية امتصاص الماء وتشرب الجنين. طريقة أخرى، نفس البذرة إذا جبناها، وممكن أنه قبل أن نقوم بالنقع نقوم بهذه العملية، وإن كانت متعبة إلا أنه مضمون. هذا المبرد العادي، أيضا القمة المدببة نقوم بخدشها بالمبرد بهذا الشكل ثم نقع. إن شاء الله سوف تنتفخ غدا كلها بنفس الحجم، وعندها نقوم بزراعتها وسوف يكون إنباتها سريعا. هذا بالنسبة إلى نوع البذور التي يكون قشرها سميك، تحتاج إلى هكذا معاملة تسمى معاملة ميكانيكية. أما البذور الصغيرة فكما قلنا أنه لا تحتاج، وتنثر مباشرة وتغطى بطبقة رقيقة من البيتموس أو من التربة أو من الأوساط الزراعية المستخدمة. هذا ولكم كل الشكر والتقدير.